وفي زيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، غصت مدينة سامراء بالزوار الوافدين من داخل البلاد وخارجها وسط أجواء تامة من الخدمات والاستقرار الأمني. التفاصيل مع وليد علاء. لا صوت يعلو فوق صوت المحبين لآل البيت عليهم السلام بمدينة سامراء. من محافظات عراقية ودول عربية وإسلامية جاء الزائرون للتعزية والمواساة بذكرى استشهاد الحسن العسكري عليه السلام اليوم الأحد. ولأن التجمعات البشرية الضخمة تتطلب تعبئة خدمية وخطط أمنية لحماية الوافدين وتسهيل إجراءات وصولهم وتفويجهم عكسيا، أعلن المسؤولون الإداريون عن عمل كبير ليل نهار ضخت فيه الموارد البشرية والمادية وأجهزة الدولة لتلبية جميع الاحتياجات الإنسانية في هذه الزيارة. تقديم أفضل الخدمات للزائرين من خلال دارة الماء ودارة المجاري ودارة الكهرباء والقطاع الصحي ومستشفى سامراء ومعمل أدوية سامراء وكافة الدوائر اللي موجودة مع مشاركة محافظة صلاح الدين لتقديم أفضل الخدمات لزائرين مدينة سامراء بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وتأتي هذه الزيارة بعد انتهاء زيارة الأربعينية التي شهدتها مدينة سامراء وشهدت زيارة مليونية. هذه الزيارة تعتبر الأضخم والأقوى، خاصة وأنها تشهد من زيارة من جميع المحافظات وتشهد أجانب أيضا. مواكب الضيافة التي انشغلت بالأربعينية مؤخرا لم تكل ولم تمل في فرش موائدها المجانية على امتداد المحاور التي قطعها المسافرون القاصدين سامراء، فالهدف الأسمى هو تحقيق أفضل مستوى من الكرم بروح إيمانية وعشق لا يفارق الدرب المحمدي الأصيل. نستقبل الزوار على مدار أسبوع بزيارة الإمام الحسن العسكري وأمام زيارة الإمام علي الهادي 3 رجب إن شاء الله، هم تكون متواجدين. نقدم القهوة العربية بأنواعها الحلوة والوسط والمرة، شاي إحنا نشتغل على الفحم على الطبيعة على الاستكان القديم على كذا. أي نعم، إلى مثل ما تقول إلى زباين خاصة يشتهون ويتعنون. بقية المواكب تعيك مواكبة تدي تشرب يمنا شاي وقهوة والحمد لله والشكر. خدمات متوفرة يعني من جميع الخدمات، الأكل المشرب والمبيت، يعني شاهدنا كل تسهيلات تعاون الأجهزة الأمنية الأهالي في مدينة سامراء حتى في مدينة بلد وصلونا إلى سامراء بانسيابية عالية، يعني الحمد لله شكر ما واجهنا صعوبات. يعني هاي سنة جاي تغير الوضع إن شاء الله الأحسن، جاي نشوف يعني نلاحظ أكو فد تطور أكفد إيجابيات بالزيارة. رقمياً لا يمكن إحصاء الأعداد الغفيرة التي توافدت لسامراء على مدى أسبوع وأكثر، لكن أجهزة الرصد والمتابعة تتوقع أن يبلغ عدد الزائرين قرابة 2 مليون. الجهد الحكومي والشعبي المشترك استمر حتى بعد ذروة الزيارة في رفع المخلفات. من سامراء وليد علاء، صلاح الدين.